لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من صحيفة العربية الجديد، ونقرأ منها مقالا بعنوان في سجن أبو غريب وفي غزة للكاتبة ولاء سعيد السامرائي، حيث تقول: عادت صور اعتقالات الفلسطينيين من كل الأعمار أخيرا في غزة، والتي شاهدها العالم وهم عراة في البرد. يقف أمامهم صف من جنود الاحتلال يتمتعون ويتضاحكون بإذلالهم ويستأسدون عليهم. أعادت بقوة وقسوة صورا لن ينساها لا شعبنا العربي ولا العالم لعمليات التعذيب الممنهج الأمريكي الصهيوني في سجن أبو غريب، والتي هزت العالم عام 2004 بعد نشر مئات الصور من داخل السجن تظهر وتشهد على طرق تعذيب تفتقت العقول الصهيونية المريضة والسادية على الاتفاق عليها وكتابتها وتوقيعها قبل الغزو. فقد أكد الجنرال جانس كاربينسكي في مقابلة له في قناة الجزيرة أن تقنيات التعذيب التي استخدمت في أبو غريب قد نوقشت في أعلى مستويات الإدارة الأمريكية، وأن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وقع مذكرة تبيح طرق تعذيب محددة علقت في خارج المكتب الإداري للسجن. ولولا نشر صور التعذيب التي فضحت جرائم الإدارة الأمريكية لما عرف العالم بما يقوم به الجيش الأمريكي في أبو غريب. أما اليوم فإن هذه الجرائم والأبشع منها يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بشكل واسع وعلني يوميا، من دون أن تكون فضيحة مدوية كما حصل في أبو غريب. ولا تثير هذه الجرائم غضب العالم الحر الذي يبيع ويشتري بالقيم والأخلاق، بل بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. لقد جرى توثيق عدة جرائم عبر شاشات التلفزة والهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي ومركز الإعلام الفلسطيني والمركز الأورو متوسطي، لكن ذلك لم يمنع الإعلام الغربي الداعم لكيان الاحتلال وبعد أكثر من شهرين على الحرب وتشريد أهل قطاع غزة من الاستمرار بترديد أكاذيب حكومة نتنياهو الإرهابية وتجاهل جرائم حرب الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية التي يمتنع عن بثها والكلام عنها ولو قليلاً. ومن صحيفة المدى نقرأ مقالا بعنوان اكتظاظ يصل إلى 4 أضعاف قدرتها الاستيعابية، سجون العراق مهددة بالانفجار، للكاتب علي الحمداني، حيث يؤكد في مقالته: يحذر مراقبون من تداعيات اكتظاظ السجون العراقية التي تجاوزت قدراتها الاستيعابية 300%، وحسب تقديرات آخرين إلى 400%، لما لها من جوانب سلبية خطيرة على الصحة والسلامة البدنية والنفسية للنزلاء. يعود هذا التكدس البشري بحسب المراقبين إلى استمرار عمليات الاعتقال والقبض على المخالفين للقانون، مع عدم حسم دعاوى الكثير من قضايا المعتقلين والإفراج عن الذين أكملوا مدد محكوميتهم. يؤكد المراقبون أيضا أن الحل الأمثل لتقليل الاكتظاظ هو بإقرار قانون العفو العام وتشريع قانون العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية كما معمول بها في دول العالم، بالإضافة إلى بناء مدينة إصلاحية كاملة تضم السجون ومراكز الاحتجاز كافة نظرا لقدم الأبنية الحالية وصغر مساحتها. إن المعتقلين والمعتقلات يعانون من مأساة حقيقية في السجون العراقية، وهي الاكتظاظ المزعج بسبب الأعداد الكبيرة للنزلاء في سجون وزارتي العدل والداخلية، حتى تم تحويل منشآت مدنية إلى سجون كمحاجر المطار، ويعود ذلك إلى استمرار عمليات الاعتقال والقبض على المخالفين للقانون.
ويوضح النايل للمدى أن عدم حسم قضايا المعتقلين قضائياً وراء هذه الأعداد التي تفوق قدرة السجون، رغم أن الدستور العراقي ينص على أن المعتقل يجب عرضه على القضاء خلال 24 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة. ويعد الاكتظاظ في السجون من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه أغلب السجون العراقية، حتى تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300%. وفق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي، وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف في تقرير له نهاية العام الفائت احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيئة صحياً لسنوات عدة بدوافع انتقامية وطائفية، موضحاً أن الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم وأنها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتين مما يؤثر على صحتهم بشكل مباشر. في تقرير موسع صادر عن البنك الدولي قدر فيه الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع النفطي والزراعي والصناعي جراء حروب متعاقبة شهدها العراق بحدود 3.5 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 3 مليارات دولار، مع تدمير 47% من مساحات الغابات الطبيعية في البلد وتلوث أكثر من 2 مليوني هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بالألغام، ما يحول دون سهولة استغلالها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وضع برنامج وطني لمعالجة المواقع الملوثة في البلد على مدى 5 أعوام بكلفة تقديرية تبلغ 422 مليون دولار. وشمل التقرير الذي نشر تحت عنوان المناطق الملوثة جراء الحروب في العراق معالجات تلوث الأرض لاسترجاع الحياة فيها إجراء تحليلات على نطاق حجم التلوث وأهميته في مناطق معينة تعرضت لأضرار الحرب في بغداد والأنبار وبابل وديالى والتأميم ونينوى وصلاح الدين. يشير التقرير إلى أن حروباً متعاقبة شهدها العراق كانت متميزة باستهدافها إلحاق أضرار بممتلكات البلد النفطية والصناعية، ولم يؤدي ذلك إلى التسبب بخسائر اقتصادية فقط، بل تعدته إلى إلحاق تلوث في الهواء والأرض والتربة والمياه على نطاق واسع جداً لم يشهد له مثيل، وأن تخمينات الأضرار والاحتياجات التي تضمنها تقرير البنك الدولي لعام 2018 تقدر الأضرار التي لحقت بالموارد البيئية الناجمة عن عدة حروب ومعارك بحدود 85 مليار دينار عراقي، ما يعادل 73 مليون دولار، مع خسائر في قطاعات مختلفة تقدر ب3 تريليونات دينار و500 مليار دينار عراقي، ما يعادل 3 مليارات دولار. ويذكر البنك الدولي أيضا في تقريره بأن تحليلات تخمين الأضرار والاحتياجات تقدر ب47% من غابات البلاد الطبيعية قد تكون تعرضت للتدمير، في حين تحول ما مقداره 2,400,000 هكتار من الأراضي الزراعية إلى أراضي غير صالحة للاستخدام، وذلك جراء تلوثها بالألغام، وأن حوالي 10,569 هكتارا من الأراضي على الأقل قد فقدت جراء التلوث ومخلفات الكربون والمواد الكيماوية الأخرى. مع ذلك ما يزال الحجم الحقيقي لمدى نطاق التلوث الذي أصاب الأراضي جراء الحروب لم يتم التأكد منه بعد. يتساءل الكاتب ياسين التميمي، هل تقدم الولايات المتحدة بالفعل على ضرب الحوثيين عسكريا؟ فقد أوضح الكاتب، في خضم الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة المدعومة بقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بات العالم ينظر بالعين المجردة إلى تورط واشنطن في الإسناد العسكري لجرائم الإبادة الجماعية ومخططات التهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تجاوزت كل قواعد وأخلاقيات الحروب.
الولايات المتحدة بدافع إيقاف نزيف السمعة الدولية التي يتعرض لها الكيان الإسرائيلي، ربما أراد صرف أنظار العالم عن جرائم الحرب في قطاع غزة إلى بؤرة صراع لها أبعاد خطيرة على التجارة العالمية، والتي تتغذى من السلوك العسكري العشوائي لجماعة الحوثي في جنوب البحر الأحمر، والتي بدأت في الاعتراض والسيطرة على السفن. الولايات المتحدة طالما كانت حريصة على التمكين الجيوسياسي للحوثيين في اليمن، وضغطت عبر اتفاق ستوكهولم لإبقاء سيطرتهم على الموانئ اليمنية الرئيسة في البحر الأحمر، وأجبرت السعودية على أن تعقد تفاهمات مباشرة مع الحوثيين على حساب مركزها الجيوسياسي المهم في المنطقة. لذلك سيكون من الصعب اليقين بأن واشنطن قد تقدم على تغيير جذري في سياساتها تجاه جماعة الحوثي أو إيذائها بضربة عسكرية مميتة، وإن تحقق ذلك فستكون ضربات غير مؤثرة وسيتحقق للحوثيين ما يريدونه، وإذ سيثبتون للآخرين بأنهم في حالة مواجهة حقيقية مع أمريكا. قد تكون هذه الضغوط هي إحدى أدوات التأثير في سلوك الحوثيين، لكن ذلك لن يحد من نشاطهم بالتأكيد، لأن إيران بدأت بالفعل في استثمار النشاط العسكري للحوثيين ومناخ الارتياح الذي أثاره في العالم العربي لإعادة تصميم مكانة أكثر رسوخاً للحوثيين في اليمن والمنطقة وتعزيز تأثيرهم في المعادلة الدولية، كما صرح بذلك زعيم حزب الله اللبناني، وقد تشجعهم على تجاوز التفاهمات التي تشرف عليها الأمم المتحدة وواشنطن وترعاها دول إقليمية من أجل تحقيق السلام في اليمن، وعلى التحلل من التزامات خريطة الطريق التي يبدو أنها تعثرت بفعل تفاعلات المعركة المصيرية في غزة وارتداداتها في المنطقة. نشرت مجلة بوليتيكو تقريراً تحدثت فيه عن تصاعد الوضع في قطاع غزة وإمكانية توسع الحرب، مشيرة إلى استعداد الإدارة الأمريكية لمواجهة هذا التحدي. يشير التقرير أيضاً إلى أن ذلك قد يضع الرئيس جو بايدن في نزاع فوضوي في الشرق الأوسط خلال عام يواجه فيه صعوبات في إعادة انتخابه. أفاد التقرير الذي عده أرين بانكون ولاريس جيلمان وألكسندر وورد أن المسؤولين في إدارة بايدن يستعرضون خططا للتعامل مع توسع الحرب في غزة وتقييم تأثيرها على المصالح الأمريكية. أيضا نقلت المجلة عن أربعة مسؤولين أن هناك حوارات داخلية حول سيناريوهات محتملة قد تدفع الولايات المتحدة نحو المشاركة في النزاع في الشرق الأوسط. بحسب التقرير فإن التصعيد الحالي قد يكون أكبر تورط للرئيس بايدن في الشرق الأوسط مع الإقبال على عام انتخابي يحاول التركيز في حملته على الداخل المحلي الأمريكي. لكن بحسب المجلة فإنه بعد سلسلة المواجهات في العراق ولبنان والأحداث الأخيرة في إيران، فقد اقتنع البعض في الإدارة بأن الحرب في غزة توسعت رسمياً أبعد من حدود القطاع، وهو السيناريو حاولت الولايات المتحدة تجنبه خلال الأشهر الماضية. وتعتبر التطورات خطيرة ليس للأمن الإقليمي فقط، ولكن لفرص إعادة انتخاب بايدن. تأتي هذه التطورات في سياق وعد بايدن بإنهاء الحروب وسحب القوات الأمريكية من مناطق الصراع، خاصة بعد انسحابها من أفغانستان عقب 20 عاماً، فيما تمكن من حشد الغرب لمناصرة أوكرانيا ضد روسيا وأصبح الداعم الرئيسي للاحتلال ضد غزة. وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينن بياك في تشرين 2 نوفمبر قلق 84% من الأمريكيين من تورط بلادهم في نزاعات الشرق الأوسط، وتتزايد هذه المخاوف مع تزايد الدعم المادي الأمريكي لأوكرانيا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. سار الآلاف من المتظاهرين من قاعة مدينة فريدريكسبيرغ إلى قاعة مدينة كوبنهاجن في الدنمارك في مسيرة بعنوان كل الدنمارك في الشوارع من أجل فلسطين، أوقفوا إطلاق النار الآن. ونظم التظاهرة تجمع واسع من مجموعات التضامن والناشطين احتجاجا على العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على قطاع غزة، وهتف المتظاهرون فلسطين حرة من النهر إلى البحر. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. يعني نتحدث الآن عن حوالي 1,900,000 نازح في مختلف مناطق قطاع غزة، منهم 1,400,000 في 155 مركز إيواء أو مدرسة تابعة للأونروا في مختلف مناطق قطاع غزة، وهناك حوالي 500,000 نازح آخرين حول مراكز الإيواء أو في الشوارع أو في الطرقات. ولكن الإشكالية الكبرى الآن أنه يتم دفع كل سكان قطاع غزة أو معظم سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح. هذه المدينة تستوعب فقط 250,000 نسمة، بها الآن أكثر من 1,300,000. ظروف معيشية وبيئية سيئة للغاية. أتمنى أنه تخلص الحرب هذه على خير، بكفي اللي إحنا شفناه من الحرب هذه. تعبنا على الآخر، تعبنا من تشرد، من تشحطت في السقع والبرد، تشردنا كثير كثير على الآخر، من منطقة لمنطقة نيجي نشرد. نلقاكم بإذن الله.